أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص يقول إن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحسن الله إليكم إن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تصل إلا إلى فارس والروم فقط، وبعض البلاد لم تصلها، فكيف نتهمهم بالكفر رغم أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تصل إليهم؟ ورنا البلاد اللي ما وصلتها دعوة الرسول، بينها لنا، بينها لنا. فهذا تقول غير صحيح. دعوة الرسول بلغت المشارق والمغارب، وتعالم بها الناس في المشارق والمغارب بواسطة الجهاد والفتوح، ثم الآن بواسطة وسائل الإعلام المختلفة التي تبلغ المشارق والمغارب. فدعوة الرسول بلغت، بلغت الجن والإنس، والحمد لله. نعم.